بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه القصيدة النونية لابن قيم الجوزية، وهذا تعليق مختصر على هذه القصيدة يقوم به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي، جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فان الاخ صالح رحمه الله الطيب سوف ينشر قصيده النونيه المسماه بالشافيه الكافيه في عقيده الفرقه النافيه، الشيخ محمد بن قيم الجوزيه احد تلاميذ الشيخ الاسلام بن تيميه الباذلين. وهذه القصيدة قصيدة ثالثة بين فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين فيها عقيدة المنحرفين عن طريقته من أهل التعطيل وغيره، وبين فيها جزءا كبيرا من شرح أسماء الله الحسنى وأقسام التوحيد وأوصاف الجنة وغير ذلك مما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وهي قصيدة على اسمها كافية شافية، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفتها لما فيها من العلم الكثير وبيان الحق والرد على أهل الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول. حكم المحبة ثابت الأركان، مع للصدود بفسخ ذاك يدان. أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. فتأكد الحكم الوزيد فلم يزد فسخ الغشاة إليه من سلطان. فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الغشاة إليه من سلطان. ولأجل ذا حكم العدول تداعت الأركان منه فخر للأذقان. وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان. ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان. فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرا بفساد حكم الهجر والسلوان. وحكى لك الحكم المحال ونقضه، فاسمع إذن يا من له أذنان. حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لدان. والله ما هذا بحكم مقتط، أين الغرام وصد ذي هجران. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان. يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان. أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالضد والتعذيب والهجران. أجهلت أوصاف المبيع وقدره، أم كنت ذا جهل بذي الأثمان. وأهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكتبان. ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف داني.
ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران. هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران. لله دائرة بليل لم تخف عسس الأمير وغصد السجان. قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. وأتت على وادي الأراس ولم يكن قصدا لها فألم بأن ستراني. وأتت على عرفات ثم محشر ومن فكم نحرته من قربان. وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان. هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران. ورقت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحس العالي. أترى الدليل أعارها أثوابه والريح أعطتها من الخفقان. والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني. فارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران. وردت كفار الدمع وهي غزيرة فلذاك محتاجة ورود الظان. وعلت على ليل الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني. وعدت بجورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بمقلة الأجفان. لم يبدأ المشتاق إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان. قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني. وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان. فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهل ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان. بل عطلوا من السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان. قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان. كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فأعجب من البهتان. وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليلا نفساني. وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان. فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قبضته دليل عاني.
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. ذكر الضحية كل صاحب سنة لله تروك من أخي قرباني. فصل. والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان. وهبوا بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن. لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان. والظلم عندهم المحال لذاته أن لا ينزه عنه ذو السلطان. ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذا بمعقول لذي الأذهان. فصل. وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. ما تم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. هذا وما تلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان. وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. وتل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان. واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. واسأل جرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران. واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان. هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جهل مجان. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا للهذيان.
أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وصوان؟ فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان؟ فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تباً لها فيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. تباً لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. تباً لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. فصل. وقواض أن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان. كل سيفنيه البناء المحض، لا يبقى له أثر كظل فاني. ويريد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهل، وقد نسبوه للقرآن. هذا المعاد وذلك المبدا لدى جهل، وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. هذا كتاب الله أنى قال ذا، أو عبده المبعوث بالبرهان؟ أو صحبه من بعده أو تابع له على الإيمان والإحسان؟ بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا دان تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. أفيشهد العدو الذي هو تشهي؟ لا شيء، هذا ليس في الإمكان. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. وتمد أيضا مثل مد أديننا من غير أودية ولا كتبان. وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأكمان. كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدان.
وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل بالكثبان، وتكون كالعين الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبث بثا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان، وكذا البحار فإنها مهجورة قد فجرت تفجير به سلطان، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل نثرت على ميدان، وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران، وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أوسك وردة كدهان، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفرت من الديدان، ما للبلاء بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلاء منه تركب خلقة الإنسان، وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان، ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت ولا في غاية البطلان، فالشان للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شاني، إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع سكنا تجري الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالأحن الإحسان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمشاكل الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران،
وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض الذي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متتالي أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الودود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعظم خلقه قرا كقول الجاهل الحيران فصل وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان كانوا على وجل من العصيان ذا هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يعدوه إن هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعى أنا وقد جبرت على العصيان وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان نفي لقدرتهم عليها أولا وقدورها منهم بنفي ثاني فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان وكذا كما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان يبروا على ما شاءه خلاقون ما تم ذو عون وغير معان والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأسفان
وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتيه أنت جاء كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان. فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. ماذا الذي في ظلم ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عطيان. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث للسهمان. لم ينج من أقواله قرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. فتبرؤوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. فصل في مقدمة النافعة قبل التحكيم. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان. واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجدد لله غير جبان. واثبت بصدرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان. من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. والله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان.
لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان. فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنودهم فعساكر الشيطان. شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان. وادرأ بلفظ النصر في نحر العدا، وارجمهم بتواصب الشهبان. لا تخش كثرتهم فهم همج الورى، والباب أتخاف من ذبان. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا، فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. واسكت ولا تحمل بلا جند، فما هذا بمحمود لدى الشجعان. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة، في نفسها الأعطاف والكتفان. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وتمسكن بحقه وبوحيه، وتوكلن حقيقة السكلان. فالحق واصبر رب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن. والحق منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار، مذ قام الورى سجلان. لكنما العقبى لأهل الحق، إن فاتت هنا كانت لدى الديان. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله في الأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكه، ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان.
فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا رغبان. والحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاء فيه الحكمان. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. والحاكم الثاني كلام رسوله ما تم غيره ما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداء الكفر والعصيان. قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان. يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي ضلال. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. واقصد إلى الأقرى إلى أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان. واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. واصبر بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب من هو جاني. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران.
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. واحذر كما إلى نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيراني. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. من يعمل السوء سيجزى مثله أو يعمل الحسنى يفز بجناني. هذه وصية ناصح ولنفسي وصى وبعد لسائر الإخوان. فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم. فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعيني وعياني. ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان. فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران. وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسان. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. هذه بسائطه ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئان. وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان. وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أوان. وتظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. فيقول كلا هذه أجزاؤه هذه مقالة مدعي العرفان. أو أنها لتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني. فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان. إحداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان.
عند العزيز التلساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاق في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. والكل شيء واحد في نفسي، ما للتعدد فيه من سلطاني. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحجب هاهنا شيئان. وكذلك الموضوع عين الواط، والوهم البعيد يقول ذا اثنان. ولربما قالا مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان. وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجروه ذات توحد ومثاني. فالظاهر المجلو شيء واحد، لكن مظاهره بلا حسان. هذه عبارات لهم مضمونها، ما تم غير قط في الأعيان. فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان. كلا ولا علو ولا سفن ولا واد ولا جبل ولا كثبان. كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان. لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين القوي الزاني. والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة، ما كان من كفران. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. قالوا ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. ولذا غدا تغرقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. ولذاك جر بمحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه لبطان، بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوي ذي خضعان. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتم عميان. ما ثم غير، فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي العرفان.
هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطؤها، أين الإله وثغرة الطعام؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. فصل لقدوم رأس آخر. وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، وكالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلاء ولا يرى بعيان. والقوم ما صانوا عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسموا من عسكر الإيمان. وعليهم رد الأئمة أحمد وأصحابه من كل ذي عرفان. فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن. ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهل في الأوزان. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا ولكن جد في الكفران. فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيل الرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارجا عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان. كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذنون يونس ذلك الغضبان. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان. قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العتيق، فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان
قد كان الأنس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان، فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان. إن ينتبى لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان، في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان، والله ما يرضى لهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان، والله ما بني المجسم قط بالبلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسدها به الأديان حين ترى إلى الأديان، والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.